جمال عليكم احلى مشاهدين مشاهدين قناه دريم وحلقه جديده من برنامج مع ماسي احلى. كلنا بندور على الجمال، كلنا عايزين نبقى حلوين. مفيش اي حد في العالم كله مش عايز يبقى احلى حاجه في الدنيا، مش عايز يبقى شكله جميل، مش عايز يبقى بشرته خاليه من اي عيوب، من هالات سودا، من تجاعيد، من كلف، من نمش، من كل المشاكل. كلنا بندور على البشره الصافيه اللي هتخلي شكلنا يبقى حلو وهيتزيد ثقتنا بنفسنا ونقدر ننجح في حياتنا. طبعا حل كل المشاكل اللي انا قلت عليها دي اكيد عرفتوا، انا بتكلم على كريم ماسي درو جولد، الكريم اللي عمل طفره كبيره جدا في مجال مستحضرات التجميل، واللي هتكلمنا عنه اكتر دكتوره دينا ابو سعود المدير الطبي لمجموعه شركات ماسي. ازيك يا دكتوره؟ اهلا بيك يا حنان. ازيك يا قمر؟ الحمد لله. قولي لي بقى، ماسي درو جولد عامل قلبان في مصر وفي العالم كله، فاحكي لنا بقى عن ماسي درو جولد. ماسي درو جولد هو كريم، على طول بقول هو 3 في 1، يعني كريم علاجي تجميلي وقائي. ماسي درو جولد اتصنع يا حنان في 6 سنين ابحاث، اتصنع في ايطاليا في 56 مكون. 6 سنين يعني قعدوا 6 سنين عشان يطلعوا ماسي فعلا. طلع بقى احسن حاجه. يعني عايزه اقول لك، هو فعلا كان كل سنه بيعملوا كريم ويعملوا تيست على جميع انواع البشره ويرجعوا يقولوا لا احنا مش هنستعجل. يعني شركه ماسي يقول لك انا مش هستعجل ان انا اطرحه في الماركت، لازم اعمل برودكت يناسب جميع السيدات، يناسب رجال، يقدر يعالج كل علامات التقدم في السن. انت عارفه احنا كستات بنخاف جدا لما السنه تكر في السنه تكر في السنه. يمكن ايام ما الواحد كان عنده 20 سنه بيبقى عايز يعمل عيد ميلاده عادي ومبسوط، بتيجي تكسري ال 30 تمام، بتيجي تكسري ال 40 بتبتدي تحسي كتي على البوردر لاين، مع ان ال 40 سنه ده في قمه لسه الشباب صغير. طبعا بس انت عارفه في سيدات كتير وبالذات السيدات اللي كانت حلوه مثلا. يعني انا عندي عميله عندها 70 سنه، فبتكلمني انا على طول كتير بتواصل مع العملاء بنفسي. يا حنان تقول لي يا دكتوره دينا انا زعلانه لان انا كنت جميله وانا صغيره، هي كانت ست حلوه قوي وما حافظتش على جمالها فبان عليها قوي لما كبرت العجز. بس اخذت ماسي، مش قادره اقول لك، يمكن من الفيدباك من العملاء مبسوطين جدا. يعني بتقول لي فعلا زي ما بتقولوا في التلفزيون او على الشاشه ان كريم قيم، كريم فيه ذهب يا حنان. طبعا يعني انت مش بتحطي ماسك ذهب مره، انت بتحطي بتستخدمي ماسي درو جولد لمده 6 شهور. طبعا هي دي عبوه ماسي، بتكفي 6 شهور. هي ازازه واحده يا دكتوره دي، ازازه واحده والحجم موحد، مفيش عبوات صغيره. فطبعا انت بتستخدمي كريم كل يوم فيه ذهب، كريم فيه كافيار، كريم فيه سيراميد، كريم فيه هيلورونيك اسيد. مهم قوي اقول ان ماسي درو جولد مع كل ضغط ده فيه فيلر. كريم فيه اسيتايل هيكسا بيبتايد، فيه واقي شمس اللي هي ماده التين اوكسيد الاوكسيد وتيتانيوم دايوكسيد، فيه بانسينول، فيه جليسرين، فيه مضادات اكسده، فيه فيتامينز، فيه اوميجا، فيه معادن، فيه كل ما تتخيليه مهم وصحي للبشره موجود جوه عبوه ماسي درو جولد. طيب انا ماسي درو جولد يا دكتوره دينا هيعالج لي ايه في بشرتي؟ يعني ممكن تلاقي بنت زي القمر بس وشها مطفي، ده بيبين على فكره ايه ده، انت شكلك تعبان النهارده. انت عارفه لو دايما بيحرج الواحد بيبقى حاطط حتى ميك اب ويقول لك انت شكلك تعبان النهارده. لا انا مش عايزه بقى الميك اب. يعني انا على طول بقول الميك اب مش علاج يا جماعه، الميك اب فيك لوك صح، بيجمل مؤقت. انت بتروحي البيت بتغسلي وشك كل المشاكل بتطلع تاني. وبنصح كل بنت داخله على جواز يا حنان، داخله على فرحها لازم تستخدم ماسي، لان هي قبل الفرح بتبقى ملخومه جدا وبتنسى نفسها. قد الفرح بقد ايه بقى يا دكتوره؟ انا بنصح قبل الفرح ب4 شهور على الاقل، عشان بتلاقي نتيجه حلوه قوي. هي عايزه بعد الفرح تصحى من النوم مش عايزه تحط ميك اب في وشها وهي قاعده في بيتها. فبنصح كل العرايس اللي مقبلين على الزواج برضو يستخدموا ماسي قبلها على الاقل ب4 شهور او ب3 شهور. دي طريقه استخدام ماسي على الشاشه. شايفه يا حنان قد ايه الوش عامل ازاي؟ الوش منور، تحسي كده في نضاره وحيويه. طبعا انا حاطه ميك اب، انا بتهيألي هنا هي مش حاطه حاجه، لا هنا غاسله وشها، ده اللي انا بحبه بقى. يعني حلوه قوي انك انت يتقال عليك انت زي القمر وواضح انك انت غاسله وشك. ممكن يتقال عليك انت زي القمر وواضح انك انت حاطه ميك اب. ايوه صح. انا من البنات اولا انتي ميك اب، يعني انا ممكن احط ميك اب عشان الاضاءه وقت التصوير، لكن انا فعلا بخرج ما بحطش ميك اب، بحط روج. وماسي درو جولد ساعدني في ده. يمكن كان وشي بيل شويه، كان عندي هالات سودا، كل الكلام ده انتهى مع ماسي. فماسي درو جولد ملوش منافس، ماسي درو جولد من اقوى
واهم مستحضرات التجميل اللي عملت طفره في عالم التجميل. وعايزه اقول مفاجاه حلوه قوي لكل الساده المشاهدين، اكبر خصم اتعمل في شركه ماسي عن كريم ماسي درجولد، خصم 30% من سعره الاساسي، الكميه محدوده جدا. 30% ده حلو جدا يا دكتوره دينا. طبعا اتمنى كل الساده المشاهدين اللي بيتفرجوا عليا نفسهم يحصلوا على ماسي درجولد، واعتقد ان مفيش ست دلوقتي ما نفسهاش حتى تجربه. طبعا كل الناس عايزين، انا كل ما بخرج في حته يا دكتوره دينا كل شويه يقولوا لي ماسي درجولد، ماسي درجولد عامل قلبان، واي حد بيتكلم عن جمال تلاقي ماسي درجولد دخل. مش بس في مصر يا حنان، يعني انا عندي عملاء سيدات في الوطن العربي مش قادره اقول لك برضه بيتكلموا على ماسي، واوريدي احنا حققنا انتشار في الوطن العربي كله. وانتوا بتوصلوا خارج مصر يا دكتوره دينا؟ طبعا بوصل خارج مصر برضه عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه فقط. بوصل، احنا وصلنا في كله، في الكويت وعمان والاردن والبحرين والسعوديه، وصلنا في اوروبا كلها، وصلنا في امريكا برضو عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه. وكل محافظات مصر بقى، وجه قبلي لو حد مثلا في الصعيد في كده بتقدروا توصلوا. ده سهل قوي. يمكن يقول لي يا دكتوره دينا انا بعيده قوي، انا في الغردقه. بوصل دوصل. احنا وصلنا كتير كتير في الغردقه وخط الاقصر كله وخط الصعيد، يعني يعني الاقصر واسوان وسوهاج والمنيا، دمنهور، منصوره، مش قادره اقول لك بقى اسكندريه. اسكندرانيات مهتمين جدا ببشرتهم بقى جدا. فعندي عملاء كتير في اسكندريه، القاهره نفسها، في كل مدن القاهره، من تجمع، من المعادي، من مصر الجديده كله. والحلو في شركه ماسي انها موفره مناديب في جميع انحاء الجمهوريه. يعني حتى لو حد بعيد شويه بنوصل، لو بعيد قوي يعني في محافظه بعيده ماكسيمم 24 ساعه من ساعه طلب الاوردر. فدي طبعا حاجه سهله وبنصح لكل الناس. وطبعا وكمان لازم ارجع انوه ان الكميه على وشك النفاذ، احنا كنا حاطين الحقيقه علب كتيرة جدا، لكن العلب يا حنان في وقت الخصومات بتتخطر. ايوه، فان شاء الله بياخد 5-6 كده. انت كنت بتقولي لي قبل، فان شاء الله كل الساده المشاهدين يقدروا يحصلوا على ماسي درجولد. فعلا ده الوقت الصح اللي احنا نقدر نحصل فيه على ماسي درجولد. طب ايه رايك نشوف تقرير ونرجع تاني؟ نطلع نشوف تقرير ونرجع لكم تاني. ماسي درجولد، خبراء العنايه بالبشره، قبل التحدي وقررنا نخوض تجربة صعبة جدا لاختيار نماذج وشخصيات من الناس، وكمان صعبة في توقيتها لأنها ببساطة بترصد تأثير الكريم على البشرة على مدار سنة كاملة. فريق عمل ماسي عمل التقرير ده في 12 شهر. حاجة صعبة مش كده؟ أنا عندي مشاكل كتير قوي في بشرتي، وجربت حلول كتيرة وما نفعتش لحد ما شفت إعلان ماسي درجولد، فقررت ان انا استعمله وباذن الله هيجيب نتيجه كويسه. عندي مشاكل كتير في بشرتي، استخدمت علاج كتير ما جابش معايا اي نتيجه، صاحبتي نصحوني استخدم ماسي درجولد وان شاء الله هستخدمه واوريكم النتيجه. انا عندي مشاكل كتير في بشرتي، فاصحابي نصحوني ان استخدم كريم ماسي درجولد وان شاء الله هستخدمه هيجيب معايا نتيجه جيده. كان هدف التجربه اظهار تاثير الكريم مش بس على موديل جميله، لا، كمان الهدف الأكبر إنه يظهر تأثيره على نماذج عادية بتحلم بالشباب الدائم والرضا عن مظهرها وشكلها. بعد استخدام الكريم لمدة 6 شهور حس بتحسن رهيب، وإن شاء الله هستمر عليه لغاية ما أرجع بعمري 10 سنين ورا. ونصيحة لكل السيدات يستخدموه. الحمد لله بعد استخدام الكريم ب6 شهور حس بتحسن أكتر، وإن شاء الله بعد ما أخلص الكورس هرجع بشكل 10 سنين فاتوا واكتر. انا استخدمت كريم لمده 6 شهور والحمد لله جايب نتيجه كويسه جدا معايا وهايله، وبنصح كل ست تجربه وهتحس اكيد بالفرق جامد، ولسه هكمل الكورس. الفرق واضح جدا بعد استخدام ماسي درجولد، واكيد زي ما هو معروف ممكن استخدامه على الوجه والرقبه، وكمان ممكن نستخدمه على اي جزء من الجسم محتاجين انه يظهر بالشكل اللي بنحلم بيه. بعد استخدام ماسي درجولد على وشي هي دي النتيجة، وأنا راضي عليها جداً، بس اكتشفت إن في فرق كبير بين إيدي ووشي، فعشان كده إن شاء الله هستخدمها على إيدي. نماذج مختلفة اختارت ماسي درجولد، وأكيد جدور عليك علشان تقرر استخدام ماسي درجولد. بعد استخدام الماسي دي النتيجة اللي أنا وصلت لها وأنا راضي عنها جداً، وبنصح كل الناس يستخدموه. بعد استخدام الماسي درجولد لمده سنه حسيت بنتيجه مبهره، وبنصح كل الناس باستخدام
ماسي دورو جولد. بعد استخدام اللوماسي دور جولد هي دي النتيجة، أنا راضي عليها قوي وبنصح كل السيدات باستخدامه. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجاب ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. ماسي دورو جولد 10 سنوات أصغر. ورجعنا لكم بعد التقرير وشفنا النتيجة المذهلة اللي عملها ماسي دورو جولد مع الرجال والسيدات، وازاي دارى كل عيوب البشرة وعالج التجاعيد تماما وصغر سن البشرة زي ما بنقول شكليا 10 سنين. عايزين نسألك بقى يا دكتور دينا، احنا طبعا كدكاترة بنبقى عايزين الحاجة تبقى مرخصة وبننصح كل الناس ان هم يستخدموا منتجات مرخصة، هل ماسي دورو جولد مرخص؟ طبعا ماسي دورو جولد مرخص في المقام الاول من وزاره الصحه المصريه، كمان مرخص من دول الاتحاد الاوروبي، كمان مرخص من الامارات حكومه دبي. هو التراخيص معروض على الشاشه يا دكتوره دينا، وانتوا الحقيقه كشركه ماسي فارم دايما بتحرص ان هي تعرض التراخيص قدام الساده الجمهور طبعا على الشاشه امان لكل الناس اللي بتتفرج علينا يا حنان. يعني انا عن نفسي لا يمكن اجرب حاجه مش مرخصه، ده انا اترعب طبعا. فطبعا ماسي دورو جولد مرخص، ملوش اي اعراض جانبيه خالص، فيري سيف لكل انواع البشره، للستات وللرجال ولجميع انواع البشره وجميع الاعمار ابتداء من 18 سنه. السيدات الحوامل تبتدي تستخدم ماسي دورو جولد من بعد الشهر الثالث، فهو طبعا مرخص من جميع الجهات. وكمان شركه ماسي فارم كاتبه رقم تسجيل وزاره الصحه المصريه على كل علبه من ورقه تحت. فدي حاجه حلوه قوي كمان ان رقم التسجيل موجود على كل علبه. عملاء ماسي دورو جولد اللي جربوا ماسي دورو جولد وشافوا النتيجه المذهله على البشره طلبوكوا ان انتوا تعملوا حاجه للشعر. طبعا. فانتوا عملتوا ايه بقى؟ شركه ماسي مقدمه سبراي علاج للشعر حلو جدا يا حنان. يعني على طول بقول مهمه قوي، زي ما احنا مهتمين ببشرتنا لازم نهتم بشعرنا. اللوك يكمل بالبشره والشعر. بالظبط. فماسي هير ده سبراي علاج للشعر، بيعمل حاجات حلوه قوي للشعر، علاجيه للشعر. اول حاجه ستوب هير لوس، بيوقف تساقط الشعر تماما، بيستيموليت الهير جروس يعني بيطول الشعر جدا، بيعالج التقصيف، بيعالج الهيشان، بيزود الدنسيتي سمك الشعرايه، فبتلاقي الشعر عندك فوليوم، بيأخر نمو الشعر الابيض. فكل المشاكل دي يقدر يعالجها ماسي هير. وليه ميزه مهمه قوي يا حنان، ان هو بعد ما بتخلصي الكورس الشعر ما بيرجعش يقع تاني او يرجع يقصف او يتبهدل تاني. الكورس 200 ملي، العلبه 200 ملي، انا شايفاها اهو، هي دي علبه ماسي هير كده، ايوه. دي 200 ملي بتكفي استخدام 6 شهور. بنستخدمه كم مره بقى يا دكتور؟ يوميا مره واحده من 4 لـ6 بخات، هو سبراي. فانت بتحطي 6 بخات على فروه راس، لو حد عنده فراغات في الشعر يركز سبوتينج اكتر على الفراغات. اهم حاجه يا جماعه على فروه راس ناشفه، مش على فروه راس مبلوله. وبتشوفي نتيجه من اول اسبوع عدم تساقط، ومن اول شهر بتشوفي نتيجه ممتازه في تطويل الشعر. ده حلو قوي. وعاملين بقى مفاجاه، شركه ماسي عامله مفاجاه كمان مع ماسي هير. طبعا. ماسي هير عليه خصم 18% من سعره الاساسي، دي حاجه مهمه قوي. الخصم على كميه محدوده جدا، اتمنى كل الساده المشاهدين يقدروا يستفادوا بالخصم. طبعا في حاجه حلوه قوي كمان سربرايز ثانيه، لو اشترينا العبوتين، عبوه ماسي دورو جولد وعبوه ماسي هير في وقت واحد بيحصل خصم اضافي. عايزين تعرفوا عروضنا، تقدروا تتكلموا فقط عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه يا حنين. ده حلو قوي يا دكتور دينا، واحنا الحقيقه هنجيب ماسي هير وماسي دورو جولد، لان الواحد بيبقى دايما يكمل اللوك بالوش او بالبشره وشكل طبعاً. الشعر طبعا طبعا، دي حاجه مهمه جدا يا حنان. يعني الوش الحلو والشعر حلو، خلاص انت عندك كاريزما، عندك طله، ما بتخافيش بقى من علامات التقدم في السن. فان شاء الله كل الناس تقدر تستفاد من عروضنا وخصوماتنا على منتجين ماسي دورو جولد وماسي هير ايضا. يا رب كل الناس ان شاء الله يا دكتوره دينا تلحق العرض. وميرسي جدا يا دكتوره دينا على المعلومات الجميله اللي انت بتديها لنا كل حلقه. ميرسي يا حنان. شكرا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. باي باي. ماسي دورو جولد من اقوى مستحضرات التجميل في العالم،
يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. Macedora Gold is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. Macedora Gold يحتوي على 56 عنصر أهمهم الذهب الخام، عيار 23، والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The Macedora Gold can bring back the beauty of your face and neck. Macedora Gold مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. Macedora Gold مرخص من حكومات دبي الإمارات. Macedora Gold خالي تماما من مشتقات الخنزير. منتج إيطالي الصنع. The six actions of Macedora Gold is the anti-wrinkles, anti-age, whitening, moisturizing, nourishing and face lifting. Macedora Gold من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً ب10 سنوات. From the first apply of Macedora Gold, your skin will look radiantly, softer and firmer. Macedora Gold أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجيبت ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب.